وليد، انت مالك مخنوق من الضيق دي كده؟ مفيش يا مالك حاجه، بس حاجه كده عبيطه. انت ممكن تحكي لي؟ المفروض ادفع مصاريف الجامعه بكره عشان اعرف ادخل الامتحانات ومش معايا. طب ممكن اساعدك؟ عشان خاطرك. مشات حياتي. بقيت بقول لك ايه صحيح، هنخرج النهارده؟ وليد بكلمك. ايه يا حبيبي؟ هو انت بتكلم مين؟ لا ده انا بس مكالمة شغل كده، بكلم معاك في الشغل اللي في حاجة. متأكد؟ يا قلبي مالك ايه وزفت ايه؟ مالك دي ولا في دماغي؟ انا بكلمها عشان خاطري في رسم شخصي. ده ما انت اكيد مش هتعرف ترد ولا تقول اي حاجة. انا كنتش اي حاجة، وانا اللي خليتك كل حاجة. كل الناس حذرتني منك وانا اللي صممت احبك. الغلط مش عليك، الغلط على اللي انا حبيت واحد زيك. مالك؟ والله العظيم غلطه مش تتكرر تاني. انت بتسمعيني؟ والله العظيم انا اسف. عملت الكوتش يا ابني؟ اه تمام كده يا باشا. هنشوف شكلك بكيفك. تمام. انت بتبص لها كده ليه يا حيوان انت؟ لا يا باشا والله مش ببص لها، كنت بس مش في الكوتش. اتكل على الله. لعبة تخرجي فين النهارده يا قلبي؟ أي مكان حلو يروحي، بس ما يكونش فيه ناس زبالة. يلا بينا.